بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا وهو أقراص الأنسولين. لا ما تستغربش، الأنسولين الموجود في الدنيا كلها دلوقتي دايما بيتاخد عن طريق الحقن تحت الجلد، سواء كان أنسولين قاعدي يعني طويل المدى طويل المفعول، أو كان أنسولين سريع المفعول، سواء كان لمرضى السكر من النوع الأول أو لمرضى السكر من النوع الثاني اللي بياخدوه يعني بعد ما الأقراص علاج السكر اللي هو عن طريق الأقراص ما بقاش يجيب نتيجة كافية وكويسة. إيه حكاية بقى الأنسولين الجديد ده اللي هو عبارة عن أقراص أو كبسول، وهيتاخد للمرضى وهيشتغل إزاي وبيعمل إيه؟ كل ده هنلاقيه النهارده في الحلقة بتاعتنا، والبحث الجديد اللي منشور في مجلة علمية كبيرة جدا اسمها دراجز بيبشر الناس بخروج هذا الأنسولين إلى النور، وإيه هي الشركة أو الشركات اللي شغالة عليه حاليا، وخلاص هتاخد الموافقة بإن هي تطلعه للأسواق. الأنسولين العادي اللي احنا مرضى السكر من النوع الاول بياخدوه بيتاخد حقن تحت الجلد، وده ليس المسار الطبيعي للانسولين اللي بيتفرز من البنكرياس. معروف ان الانسولين اللي بيخرج او بيخرج من البنكرياس بيخرج الاول على الكبد، وبيطلع من الكبد على الدم يروح للجسم كله، وهو الانسولين ده شيء مهم قوي لامتصاص الجلوكوز او بيسموه السكر اللي بتعرفوا عنه السكر، وان الجسم يستفيد بالسكر بتاع الاكل. انما الانسولين اللي بيتاخد عن طريق الحقن ده بيتحقن تحت الجلد مباشره، فبيوصل على الدم على طول، فبيعمل مشاكل كتيره جدا اللي بيلاحظها المرضى اللي عندهم او اللي بيستخدموا الانسولين. اهم المشاكل دي واخطرها هو حاجه اسمها الهايبوجلايسيميا، يعني هبوط حاد في السكر، وممكن لو جرعه الانسولين كانت زياده غير محسوبه ممكن تعمل سيفير هايبوجلايسيميا، يعني هبوط حاد شديد في السكر ممكن يؤدي الى غيبوبه ومشاكل كتيرة جدا، ودايما بنحذر منها المرضى اللي بياخدوا انسولين ازاي يحسبوا كمية الجرعة بتاعتهم. وكل ما كان الانسولين سريع المفعول كل ما كان في خطورة ان يوصل بكمية كبيرة للدم ويخفض السكر مرة واحدة ويضر العيان. العيب التاني كمان انه هو انسولين تحت الجلد ده عشان مش ماشي في المسار الطبيعي بتاعه ان هو بيزود الوزن. الانسولين هرمون تخزين، ما بيتاخد بالطريقه الغلط دي بيسبب السمنه. تلاقي مريض اللي ماشي على الانسولين تلاقي دايما عنده دهون في الكرش ودهون كتيره في جسمه. امراض القلب والامراض المشاكل اللي بتيجي لمرضى السكر اللي بياخدوا انسولين بيبقى سببها طريقه اخدان الانسولين دي. طب دي ما بتجيش للناس اللي عندهم انسولين طبيعي ليه؟ الشباب والناس اللي البنكرياس بتاعهم شغال كويس، لان الانسولين اللي بيفرزوه بيمشي في المسار الطبيعي بتاعه، وهو من البنكرياس عن طريق الدوره البابيه الى بيسموها البورتال سيركيوليشن الى الكبد، والكبد بيبدا ان هو يطلعه بمقدار محدد الى الدم عشان يقوم بمفعول. فهما يعني الى جانب ان المرضى بتخاف من حقن الانسولين اللي بتحين في الجلد، الشكشكه، عمليه الشكشكه دي كل 3 مرات في اليوم لو الانسولين بقى اللي هو هتاخد السريع 3 مرات في اليوم، والحقنه بتاعت الانسولين بتاع كل يوم، انسولين طويل المدى او انسولين القاعدي، شكشكه كتير وقياس كتير، تقيس السكر قبل ما تدي الحقنه والكلام ده، وتحسب مرضى السكر النوع الاول بالذات بيقعدوا يحسبوا الجرعه قد ايه، وبعضهم او جزء كبير جدا منهم بيبقوا اطفال، والاطفال بتخاف من الحقن، فرهاب عمليه الرهاب الحقن دي مشكله كبيره جدا، والالم بتاع الحقن. يبقى عندنا الالم بتاع الحقن، عندنا السمنه والتخن، عندنا امراض القلب والشرايين، عندنا مشاكل كتيره جدا بيعملها الانسولين عشان بس بيتاخد عن طريق الجلد. ابحاث كتيره وشغل كتير من سنوات طويله شغال على الانسولين الا عن طريق الفم، ولكن لم تكن تصل الى نتيجه. ليه؟ لان الانسولين ماده بروتينيه زيه زي اللحوم، مادة من الأحماض الأمينية، تسلسل معين من الأحماض الأمينية إذا اتاخد كما هو عن طريق الفم أول حاجة بيتعرض للإنزيمات الهاضمة
في المعدة والأمعاء وبيهضم ويكسر. تاني حاجة لأن حجمه كبير وطوله كبير لا يمتص من جدار الأمعاء ولا يدخل إلى الجسم. فهناك معالجات كيميائية معينة بتتم عليه بقالها فترة طويلة ولكن لم تنجح. جت شركة معينة عملت نوع من الأنسولين اسمه HIM2، حطت حاجة صغيرة كده على الأنسولين بحيث تحميه من الإنزيمات الهاضمة وتساعد على امتصاصه من الأمعاء، ونجحت في الحكاية دي وعملت تجارب سريرية عليه. يعني إيه تجارب سريرية عليه؟ يعني تجارب على مرضى وعلى عيانين وعلى ناس أصحاء، وتشوف هل الأنسولين اللي يتاخد عن طريق البرشام ده، الأقراص دي، هل هيمتص ولا لا؟ لو بيمتص بنسبة كويسة جدا وشغال كويس. الشركة دي عشان صغيرة جات اشترتها واستحوذت عليها شركة كبيرة اسمها بايوكون، خدت منهم النوع ده بالأنسولين وطورته أكتر وسمته انسولين تريجوبيل، ترينج اوبل. فبقى عندنا دلوقتي منتج من الانسولين اسمه انسولين تريجوبيل. الشركه اللي اقتصادها اقوى دي بدات تعمل عليه تاني بعد ما طورت في تجارب اكلينيكيه جديده وتجارب سريريه جديده على عيانين وناس اصحاء. طبعا بيعملوا على حيوانات الاول، عملوا على الكلاب الدوجز تجارب كتيرة، المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة، ودول 3 مراحل بقى بتوع التجارب السرية. يعني خلاص احنا عندنا يا جماعة التجارب السريرية أو يسموها التجارب الإكلينيكية بتبقى 3 مراحل. المرحلة الأولى بتبقى على حيوانات، والمرحلة الثانية إذا نجح فيها الدواء ده وهم عملوه على الكلاب، المرحلة الثانية بتبقى على أصحاء، مرضى أصحاء، آسف، بني آدمين أصحاء. المرحلة الثالثة بتتعمل على المرضى وبأعداد كبيرة. خلصوا ال3 مراحل دي، بيقدموا ملفات دي الموافقة عليه الـ FDA والحاجات دي عشان توافق عليه عشان يخرج للأسواق. فدي يعني خلاص احنا في المرحلة النهائية دلوقتي للموافقة على الانسولين. لاحظوا ايه بقى من الانسولين ده لما بدأوا يجربوه على المرضى اللي هم عندهم سكر من النوع الاول والمرضى اللي عندهم سكر من النوع الثاني؟ ان امتصاص هذا النوع من الانسولين سريع جدا من عن طريق الفم، بيوصل للكبد وبيوصل بعد كده للدم بسرعه. وبيقارن قارنوه بانسولين مشهور قوي اسمه انسولين اسبارت، وده من اسرع انواع الانسولين، الانسولين السريع. فتوصياتهم للمرضى ان هو يتاخد قبل الاكل مباشره. يعني انت هتيجي تاكل تاخد قرص الانسولين، مش حقنة الانسولين بقى، تاخد قرص الانسولين. القرص فيه حوالي 20 ل 30 مللي جرام انسولين من الانسولين اللي هو المعدل ده، بيتاخد قبل الاكل. بيوصل بقى للكبد، الكبد بيبدأ ان هو يتحكم فيه ويبدأ يطلعه للدم بالنسبة المطلوبة، وكده بيبقى بالظبط اكنه هو خارج من البنكرياس رايح للكبد ثم الى الدم. ما بيعملش ابدا خالص، دي ميزته، ما بيعملش الهايبوجلايسيميا. يعني لو انت خدت قرص ولا 2 ولا اي حاجه مش هيعمل هبوط في السكر ويضر العيان. تاني حاجه مفعوله سريع، يعني هيغنينا عن الانسولين السريع اللي مرضى السكر الاول بياخدوه كل اكله كده لازم ياخدوا معاه الانسولين السريع ويتشكشكوا كتير جدا. طبعا بما ان هو قراص او هيتعمل كبسول او الكلام ده مش هينفع طبعا للاطفال صغيري السن اللي هم ليس عندهم قدرة على البلع، ده هيبقى من أول ما الطفل يقدر يبلع الأقراص أو الكبسولات في خلال حياته. تركيزه بيوصل للتركيز الأكثر من خلال 20 ل 30 دقيقة. عندنا هنا دراسة عملوها استمرت لمدة 24 أسبوع، المرضى بياخدوا فيها إنسولين التريجوبيل ده بجرعات تتراوح من 10 مللي جرام ل 30 مللي جرام 3 مرات يوميا قبل الوجبات. اظهرت بقى النتائج على مدار ال6 اشهر دول انخفاض مستويات السكر التراكمي ال HbA1c اللي هو السكر التراكمي، انخفضت الى مستويات كويسه جدا وتاثير كويس جدا على ارتفاع الجلوكوز بعد الاكل. يعني مفيش الايه الجلوكوز اوفر شوت اللي بيحصل او ارتفاع الشديد اللي بيحصل في الجلوكوز عند المرضى بتوع السكر اللي بيحصل بعد الاكل ده، لان هو بيمتص بسرعه مع الاكل على طول وبيطلع مستوى الجلوكوز يطلع فيه الدم، هو بيطلع معاه الزيرو على طول.
فكان يعني مشابه للتأثير الطبيعي للإنسولين الطبيعي. زي ما قلنا قارنه بالإنسولين اللي هو السريع تحت الجلد، إنسولين أسبرت، في المرضى اللي بيعانوا من السكر في النوع الثاني بقى، إن هم اللي عندهم سكر 2. استمرت برضو الدراسة دي 24 أسبوع، والتريجو بيل ده أظهر إن هو أفضل من الإنسولين أسبارت بدرجة كبيرة جدا في إن هو يظبط لنا ويحسن لنا السكر التراكمي، إلى جانب إن هو هيتفادى بقى الأعراض الجانبية اللي بتبقى على المدى البعيد زي السمنة وأمراض القلب والمشاكل اللي بتيجي من الإنسولين. أظهر الإنسولين تريجوبيل درجة أمان جيدة جدا، وانخفاض في معدل الإصابة مع موضوع نقص السكر في الدم اللي هو الهايبوغليسيميا دي، فمقارنة بأي إيه بالإنسولين اللي بيتاخد تحت الجلد ده، أنواع الإنسولين تؤخذ تحت الجلد، وده طبعا بسبب امتصاصه عن طريق الفم إلى الدورة البابية إلى الكبد ثم إلى الخروج إلى الدورة الدموية. دي حاجة. تاني حاجة بقى، احنا دلوقتي نتكلم على الميزة العامة بتاعت الانسولين الاقراص دي. يعني تخيل ان مريض السكر دلوقتي عنده اقراص انسولين تغنيه عن الانسولين السريع اللي هو بيتشك بيه اكتر من مرة في اليوم. وعندنا كمان خبر كنا اتكلمنا عنه ان في انسولين بيتاخد كل اسبوع، انسولين قاعدي اللي هو بيدي مستوى ثابت من الانسولين على مدار الاسبوع، بدل اللي هو الانسولين اليومي عن الانسولين طويل المدى زي اللانتوس واخواته اللي هم الديتينر واللانتوس والحاجات دي، دي بتدي مستوى 24 ساعه وتاخد حقنه كل 24 ساعه. في انسولين بقى بتاخد كل اسبوع. فكده بالنسبه لمريض السكر بالذات من النوع الاول، او حتى مريض السكر من النوع الثاني اللي هو بقى له يعني عايش على الانسولين، هيبقى عنده حقنه كل اسبوع من الانسولين طويل المدى واقراص بس بياخدها كل يوم قبل الاكل من الانسولين السريع بتاعنا ده، فهيبقى تحكم افضل في السكر ومعاناه اقل لمريض السكر، تشبه انه يبدا يشبه يعني نعيش حياه شبه طبيعيه زيه زي الانسان الطبيعي العادي. ده بالنسبه للخبر الجديد والمهم ده لاقراص الانسولين، وده اللي عندنا النهارده، والى اللقاء في حلقه قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.